الذاكرة ايش تعني؟ نعم تخزين المشاعر، الذكريات، العواطف، ردود الافعال. اوكي مشاهد السابقة. بعد معلومات، المعلومات. ما شاء الله، هذه الإجابة الخاطئة. خلايا استرجاع المعلومات، تخزين واسترجاع المعلومات، هذه حقيقة الإجابة الخاطئة. بعد تعجبني الضحكة هذه، كل ما يتعلق بالماضي. أوكي حرجتك؟ لا ما حرجتني. خلنا أبسطها لكم. الذاكرة تعني كلمة واحدة، الحياة. إنسان بدون ذاكرة إنسان ما عنده حياة. يعني تصور تقوم الصبح تصحى من النوم ما تلاقي سيارتك، ما عندك ذاكرة، شو يصير فيك؟ شنو حياتك؟ أنت وين تشتغل؟ من هذه اللي نايمة جنبك؟ ما تعرفها لأن ما عندك ذاكرة. شلون تروح الدوام؟ تروح بسيكل، تروح بسيارتك، ما تدري دوامك وين، في البيت او خارج البيت او طريق النت او ما تدري عنه. انت وين واصل في الشهادات؟ شنو مستواك التعليمي، مستواك الثقافي، اسم عيالك، اسم زوجتك، وين عيالك، وين يدرسون؟ كل هذه الامور متعلقه في شنو؟ الذاكره. المشكله الاكبر من ذلك ان احنا ذاكرتنا تعمل بحدود 90-95% ممتازه، لكن 5% يعني تصير فيها ايش؟ نوع من الاخفاقات. المشكلة وين موجودة؟ إن تركيزنا على الخمسة نكبرها، نقول والله أنا ذاكرتي تعبانة، تتناسى أو تضخم، أو قصدي الضخم هذا شيء بسيط، بس هو عندك شنو؟ ماخذ